طيب ها بقول لك ايه؟ قولي قولي. استني بس، ولو الواد العبيط ده، يا بنت مالك ما تزعنيش كده، لو الواد العبيط ده كلم كل حاجه قولي لي دغري. ماشي ماشي. مالك يا فوزيه؟ عايزه انام، عايزه انام. طيب ما انا بقول لك اهو، اقطع دراعي ان هو اللي عارف كل حاجه عن مفيده، فاهمه؟ ايوه فاهمه. تصبحي على خير. ها مالك يا بنت، هو في ايه؟ دماغي دماغي وجعاني. سلامتك، اعمل لك شاي. لا متشكره متشكره جو. تاكلي معايا لقمه؟ يا لهوي مالها دي؟ يا لهوي يخرب بيتك، ده انا نسيتك يا بسطي. يا اخي هتموت. قوم يا محروس قوم. قوم يا محروس قوم. ما حدش هيتجوزك غيري. طب قوم يا اخويا قوم. ما حدش هيتجوزك غيري. ازاي هتوديني في داهية؟ استنى استنى. منور يا عزت. ربنا يخليك يا ست كريم. اتفضل. عنك. عايز تتكلم مش كده؟ اتكلم يا حبيبي من غير ما تفكر في ولا كلمه. وقفتك معانا وجنبي مننا حسستني ان انت واحد مننا يا عزت. انا تحت امرك يا ست الكل، والحقيقه انا فعلا جاي اتكلم في الحكايه دي، وعاوز ابقى واحد منكم. خد بق شاي كده وهات ما عندك. ماشي. انا عارف الظروف وعارف ان الوقت مش مناسب للي انا جاي اتكلم فيه، بس الحقيقه طول الوقت اقول لنفسي يعني انا هفضل اجل لحد امتى؟ اقول لك انا يا عزت، انت قلت لنفسك طالما انت وشاهد متفقين، اما اروح اشيل حمل من على كتاف كريم. انت راجل محترم يعتمد عليه من ساعه ما عبد الله مات الله يرحمه، وانت واقف جنب مننا ما سبتناش ولا دقيقه. ومن كلامك وطريقتك انا فهمتك وفهمت دماغك. يعني بصريح العباره كده الف لك شهد واوديها لك لغايه عندك، لان انا عارفه ان انت حصون بنتي وتحميها. كل اللي انا طالباه منك حد من اهلك بس يجي يحط ايديه في ايديا. الحقيقه حضرتك عارفه ان انا والدي ووالدتي متوفيين. خالك عمك اي حد. انا لو طلبت منهم من اي حد من اهلي هيجي معايا مش هيقول لا، بس الحقيقه انا مش حابب كده. ليه؟ يعني انا واهلي سواء من ناحيه ابويا او امي مش على وفاء خالص مع بعض، وانا كمان مش عاوزهم يتدخلوا في حياتي الشخصيه واموري الشخصيه. اقول لحضرتك على حاجه بس ما تزعليش مني. لا مش هزعل. قول. واحنا صغيرين كانت امي الله يرحمها ما تحبش اهل ابويا، ولا هم كانوا يحبوها كمان. كان اخواتها في مشاكل بينها وبينهم، خالاتي يعني، عشان كانوا بيفسروا الكلام غلط زي اهل ابويا. يعني الكلمه ليها كذا معنى عندهم، عمرهم ما يفسروا الكلام حلو ابدا. عشان كده طلعت لا بحب دول ولا بحب دول، مع اني عارف ان ده غلط وحرام، بس للاسف بقى عندي عقده من الموضوع ده. لما كان حد فيهم يزورنا كان ابويا وامي يتخانقوا خناقه كبيره والدنيا تولع، وانا بقى بصراحه كنت بحب ابويا وامي قوي وما احبش حد يزعلهم. عندك حق، احنا اللي بنعمل كده في اولادنا، نكرههم في اهلهم وبعدين نرجع نلومهم. تصدقني يا عزت، لو انا قلت لك لو بناتي نزلوا البلد لوحدهم محدش هيعرفهم ولا هم هيعرفوا حد، حتى ولاد عمهم مش هيعرفهم. انا نفسي قربت انسى شكل الناس اللي هناك. احنا على طول بندي الدنيا ضهرنا ونرجع نشتكي والدنيا مالها الذنب. احنا اللي بنعمل كده. ما علينا. على اي حال شوف انت وشاهد ناويين تعملوا ايه وانا معاكم. انا مش عارف اقول لك ايه والله، انا متشكر قوي ان انت فتحتي لي قلبك. تقولش حاجه، انا بعتبرك في مقام ابني بالظبط.
الو. صباح الخير. صباح الفل. انت ايه؟ زيارة وتعدي ولا ايه؟ انا كده هزعل منك. لا لا والله، انا بس انا قلت اول ما تدل مصر هجيلكم. تجيلنا بقى؟ انا بكلمك وبجدد الدم فاروق الصداقة، تروح تقول لي تجيلنا؟ نعم. قول لي هتنزل مصر امتى؟ مش دلوقتي، عندي شوية شغل. لا لازم تعرف، عشان انا عايزاك في حاجة مهمة قوي، حاجة هتبسطك. حاضر. طيب هتقولي دلوقتي؟ لما تيجي تشرب معايا فنجان قهوة هبقى أقول لك، إنما طول ما أنت كده بعيد ما تستاهلش، قرب من الدنيا الدنيا تقرب لك. حاضر حاضر حاضر. مع السلامة. صباح الفل يا روح قلبي فريدة. صباح الورد ولا. تسلم إيدك. كنت بتتكلم مع مين؟ محروس. محروس كان بيكلمني في الشغل. محروس؟ عالشاي. من عينيا. تسلم. ما اكلتش يعني؟ زعلان وهتفضل زعلان ومش هترتاح الا لما تاخد حقك. ايوه، عجلك هيفضل يودي ويجيب ومش هتقدر تطلع ولا توري الناس وشك بعد اللي حصل. مش هترتاح الا لما كفك يعلم على جفاه. امشي من قدامي دلوقتي. جرى ايه يا ابوي؟ هو أنا عشان بقول الحاج تزعل مني؟ تزعل منك في إيه؟ أنت السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. أنا السبب؟ كنت عايزني أسكت لهم؟ أسيبهم يبيعوا ويشتروا في؟ ياكلوا ويحلوا وأسكت لهم زي ما أنت عامل كده؟ ما تزعلش مني يا أبوي، بس الناس اللي زي دي لازم تعاملهم زي ما بيعاملوك. لازم الميزان يبقى واحد، والكف اللي يعلم على وشك يعلم على جفاه، عشان يعرف ان الله حق وانه مش ماسك رقبه العباد. عبد الحكيم اتفرعن. طب اقول لك وما تزعلش مني، مال اختك اللي هي عمتي وبناتها اللي كانوا عايشين في عز وهنا، كل ده مين السبب فيه؟ طب اقول لك وما تقولش عليا مجنونه، اقطع دراعي من هنا اما كان هو السبب في موت اخوه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه خالص. ماشي يا حاج عبد السلام، بس أنا عارفة أنت بتفكر في إيه. أنت قاعد تهري وتنكد في نفسك وتقول إنك لو كنت مخلف واد كان جاب لك حقك وكان عارف وهو مين. بس وحياتك عندي، اللي هتعمله نادية هيخليه طب ساكت. إيه قولك عاد؟ بص يا شاه، أنا بالنسبة للشقة اللي أنا عايش فيها دلوقتي أنا مش هينفع أغيرها. أما بقى بالنسبة للعفش وتغييره، أنا شايف إن إحنا مش لازم نتعالى على الموضوع ده، ونقضي بس أول سنة وبعد كده لما ربنا يكرمني هجيب لك اللي نفسك فيه كله. طب والفرح؟ فرح إيه والحاج لسه متوفي؟ يبقى من باب أولى بقى مفيش جواز خالص. يبقى ليه بتقولي كده؟ أنا شايف إن أنا وإنتي أنا أقول لك أنت شايف إيه وبتفكر إزاي؟ أنت عايز تشيل همي من على دماغ أمي. بنات عبد الله بقوا هم وغم وحيطة مايلة. اللي أنتي بتقوليه ده، حد قال الكلام ده؟ هي دي الحقيقة. أنا متأكدة إن إحنا لو كنا زي الأول ما كنتش قعدت واتكلمت بالطريقة دي وتقولي شقة مفيش وهو ده العفش. يا ستي أقسم بالله ما أقصد ولا كان قصدك. مش فارقة بقى خلاص. في إيه؟ أنت بقيتي غريبة أوي ليه كده؟ أنا مش غريبة يا عزة، أنا بقيت شايفة اللي أنا ما كنتش شايفاه قبل كده. اقعدي، أنا لسه ما خلصتش كلامي. وأنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة تاني. يا جليل يا جليلة، بطلي تضحكي علي. قلتي هتروحي اسكندرية شوية وترجعي، سايباني لوحدي يا حبيبتي، مش قلتي هتقعدي معايا؟ طب شوية سمك وجمبري بقى وانت جاية كده. خلاص يا حبيبتي، حاضر، هسلم لك عليهم، مستنياكي. مع السلام. مع ألف سلام. مع السلام. باي باي. ازيك يا ماما؟ ازيك انت؟ تعالي. ايه مالك بتهبدي الباب كده وداخله زعبيب الدنيا في وشك؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا ماما،
اتخانقتي مع عزت؟ ما اتخانقتش ولا حاجة. لا شكلك اتخانقتي. شاه عزت ده يا حبيبتي راجل محترم وابن حلال. اه يا ماما بس هيجوعني معاه. حقيقة يا اختي؟ هي دي الحقيقة يا ماما. حقيقة؟ تعالي اقعدي فهميني الحقيقة بتاعتك دي. الحقيقة ايه؟ انت اللي بتقولي كده؟ وانت اللي دايما تقولي لي ان الواحد مش لازم يخطط حياته ويرسم لها عشان خاطر المصلحة؟ ايوه ده كلامي فعلا. طب ايه اللي جد يا بنتي؟ ما عندوش طموح يا ماما. ما عندوش ايه يا اختي؟ ما عندوش طموح؟ ايوه ما عندوش طموح. هو تحقيق ولا ايه؟ لا مش تحقيق بس انا عايز اعرف وافهم هو قال لك ايه وعمل ايه بالظبط. مش مهم هو قال ايه، المهم انا قررت ايه. اقعدي هنا اما اكون بكلمك تقعدي قدامي زي الالف لغايه لما اخلص كلامي، بعدين تستأذني مني عشان تقومي. وبعدين مش هو ده عزت اللي كنت هتجنني عليه؟ ايه اللي جد بقى؟ مفيش حاجه جدت بس خلاص ما ننفعش لبعض. ليه ان شاء الله؟ الله ما تردي عليا وكلميني عادل. يا ماما انا ما كنتش متخيله ان الحكايه هتبقى صعبه قوي كده. انا من ساعه ما دخلت الشقه دي وانا حاسه ان انا مخنوقه مش طايقه نفسي، زي ما اكون عايشه في قبر مش عايشه في بيت. استغفر الله العظيم يا رب انا مش مصدقه نفسي. انت اللي بتقولي كده؟ وبصراحه كده انا مش هستحمل العيشه الضيقه، مش هستحمل ان انا استنى كل اول شهر عشان ارتب اموري على مرتب عزت. انا ما اتعودتش على كده يا ماما. العيشه الضيقه اللي انت بتقولي عليها دي انت عشتي فيها وتربيتي فيها، احنا ربنا ما كرمناش وفتح علينا غير وانت في الثانويه العامه قبل كده كنا قاعدين في شقتك ده في حاره. انا كان بيجي عليا ايام اشحت لاختك زينب اللبن عشان ارضعها، وكان بيجي عليا ايام انا وابوك الله يرحمه في رمضان نبقى ماسكين البصله واللقمه مستنيين الاذى لما يدنا عشان نفطر، وكنا بنقول الحمد لله عشان كده ربنا كرمنا وفتح علينا من واسع وبقى عندنا الملايين. عرفتي؟ بس راحت. هترجع تاني. عارفه يا شاهد البني ادم هو اللي بيعمل الفلوس، عمر الفلوس ما تعمل البني ادم. يا مين يعيش يا ست الكل؟ الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي انا بقيتش فاهماكي. انت شاهد مش فاهمين. قوم. عزت اهلا اهلا خش تعال تعال. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ انا الحمد لله. خش خش اتفضل يا عزت. كيفك يا دلال؟ زين الحمد لله. وشغلك؟ نحمد ربنا ونشكر فضله الحمد لله. لسه بتشتغلي في الفايد؟ اعوذ بالله حد الله بينا وبين الحرام يا ست. والله يا ست جبريه انا مش عارفه حضرتك ليه واخده جنب مني. اها ليه بتقولي كده؟ ولا تكونيش فاكره روحك زيي ولا انا زيك؟ لا لا سمح الله انا خدامتك. فوزيه ست الستات وست الهوانم كمان هي عايزه ايه؟ والله ما خابر اقول لك ايه. قولي. عريس حتموت وتتجوز. انت جبت لها عريس؟ طب اعمل ايه؟ انا غلبانه وبجري على لقمه عيشي واللي بيطلب مني بعمله. بلاش. هو ايه اللي بلاش؟ ما عايزهاش تتجوز. نعم؟ قصدي اللي تشوفيه تشوفيه. حاضر. وزي ما جبت العريس يطير ما يعتبش هنا تاني. فاهمة دلال؟ آه فاهمة. زين. هو
كل دول لو مشيتي بدماغي هنغنغك. دي زي البومة وشها يكتر خميرة من البيت. ده مفيش حد كان عايز يتجوزها إلا ما ماتله غالي أو افتجر. اللي عايز يخلص من عمره هو بس اللي يتجوزها. أنقص كمان فوزية تتجوز وتجيب لنا عيل يقول حقي فين. معلش يا عزت، عشان خاطري أعذرها. أنا لو ما كنتش باقي عليها ما كنتش جيت وراها. أنا فاهمة كده كويس، بس أنا ست كريمة هكون صريح معاكي، عشان أنت بس قريبة من قلبي. أقسم بالله العلي العظيم إن أنت في مقام والدتي. عارف لو أنا عندي ولد ما كنتش هحبه زي ما بحبك كده. ما تحرمش منك، بس أنا مش عايزك تزعلي مني. يعني بصراحة اللي بتعمله شهد ده غريب قوي. أنا ما كنتش متخيل إنها تفكر في الفلوس بالشكل ده. بص يا عزت، عمري ما هجوزك شهد لو حسيت إنها بتضرك. أنا ست بفهم في الأصول كويس قوي، وبحب أدي كل واحد حقه. مش عشان شهد بنتي حسابها تضرك. عارف ليه؟ لأن أنت شهم وجدع. شهد أصلها اتصدمت من الناس ومن الظروف اللي احنا اتحطينا فيها دي. على العموم ربنا يهدي الحال بإذن الله. أنا كنت جاي لك برضو عشان كنت عايز أقولك على حاجة. خير؟ لو حبيتي يعني ترفعي دعوة ضد عبد الحكيم أنا ممكن أعمل كده. ياه. أنت خرجتنا من موضوع دخلتنا في موضوع تاني خالص. على أي حال لو أنا فكرت وخدت قرار في الحكاية دي هقول لك طبعا أكيد. بس خلي بالك موضوع الورث والحاجات دي ما بيخلصش بالمحاكم وبالقواضي. أنت ما تعرفش عبد الحكيم، ما تعرفش سيره بلدنا. أيوة ست كريمة، بس الحق حق. كان زمان يا عزت. وزمان ليه؟ ما هو اللي كان حق عبد الله ورثه كاله من زمان، أخوه اللحم ودمه. عارف لما كنت أقول للبنات حبوا عمكم، حبوا ولاد عمكم وروحوا شوفوهم، ما كانوش بيرضوا، عشان إحنا اللي زرعنا في قلبهم كده. معلش، ما علينا. خلي بالك على شهادتي شوية. الظروف اللي هي وقعت فيها واللي حصلت لنا مش شوية عليها. ماشي الحال، أنا مش عايزك تشيلي هم، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله يا حبيبي. وعايزك تبقى تكلمني. ماشي، استأذن أنا بقى. ما أنت قاعد. ربنا يخليك وما تحرمش منك. ما كنش زعلان يا حبيبي. لا لا، إن شاء الله ربنا ما يجيب زعل. أنا لسه مشرفت يا عز. ربنا يخليك. مع السلامة. وصلت الراجل ده هتخسري كتير قوي يا شهد. مش هيجي اكتر من اللي خسرناه يا ماما. جو امبارح؟ ايوه جو. وجاي تقعد معاي؟ روح لمراتك، اكيد عايزه تتكلم وتحكي معاك. ده احنا اتعاركنا اول ما حطت رجليها في البيت. ليه بس؟ ولا يا معفرطة، عاوزاني أبيع اللي ورايا واللي قدامي وهجي واسيب البلد كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت هجيت وعجلت. أنا برضو كنت بقول كده، بس الواضح اللي كنت بتمناه بعيد قوي. كويس إنك هنا يا عم إسحاق، عشان الكلام اللي هقوله لعبد الحكيم يبقى على يدك. عبد الحكيم كده من غير عمي عيب عليك يا نادية. واللي عمله مش عيب؟ ولا هو العيب على ناس وناس؟ طب يلا فوتي روح، ربنا يهديكي. انت اللي جابك هنا مش من قدامي، مش عايز اشوف وشك تاني. فاهمه؟ فاهمه؟ قال اني اوريك وشي تاني، انت ولا ولدك ولا الحربايه اللي عايشه في بيتك وخرباه. ابوك اللي بعتك؟ ابوي ما يعرفش اني جايه. أبوي زعلان ومقهور من اللي انت عملته. مش مصدق ان صاحبه وحبيبه يعمل فيه كده. أبوي
اللي كنت اروح له وانا متبهدله وكرامتي في الارض، يقول لي ده بيت عمك عبد الحكيم، محدش يطلع منه، واشيله فوق دماغي. ابوي اللي سابني على ذمه ولدك المده دي كلها من غير بت ولا واد، وانا سليمه بكلام الحكيم والدكاتره بتوع مصر كلهم، وانت عارف. تعالي معايا يا ناديه. لا ما جاياش معاك. لازم يعرف اللي بيحصل حواليه. جبريه لا بتحبك ولا طايقه العيشه معاك. جبريه عايزه تولع البيت نار، عايزه تاخد كل حاجه في عبها. انا بقول لك الكلام ده وانا خلاص خرجت من البيت ومش ناوي ارجع تاني. اللي بتعمله جبريه مطحنه، هتاخد الكل في طريقها. انت حنا سرقت يا بلد، انت حنا دارك، انت حنا سرقت، انت حنا دارك، انت حنا سرقت، انت حنا دارك يا بلد يا رب، انت حنا سرقت يا ناس. مفيش حد في الطريقة اللي كلمت بيها ابوك الحاج دي يا نادية. هو يعني صح اللي عمله؟ دي حاجة من الرجال يا نادية، مالكيش صالح بيها. ابويا مجهور، مش قادر يطلع من البيت ولا يوري وشه للناس بعد الكبير اللي بتدافع عنه وما ضربه بالقلم. انا هحل الموضوع ده. مش هيتحل، لان الحل مش هيرضيك ولا هو هيوافق بيه. اللي هو يتضرب بالقلم على وشه. تتخوتي؟ اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، وانت عارف، انت عارف ان مفيش حل تاني، ولو اتحلت بطريقة تانية ابوي هيفضل طول عمره شايل الهم وحاسس انه مكسور وما خدش حقه. بس عليا النعمة من نعمة ربي، لو ابوي جراله حاجة بسبب اللي حصل ما هيكفيني بيت عبد الحكيم كله، لا صغير ولا كبير. هو ده اللي حصل. حصل ايه بالظبط؟ سعادتك، يوم دفنت الحاج عبد الله اخو سعادتك، التربي قال لي ان الطاحونه زيقت، عملت صوت كده كانها بتزوم، كان الراجل بيصرخ صرخه مكتومه. فانا بيني وبين سعادتك قلت يعني يمكن يكون بيعمل الشويتين دول عايز يخوف البلد ويلم قرشين. كمل. وبعدين في يوم قال لي الباب اتفتح، دخل لقى السيور بتلف حبه حبه كأنها عيل صغير بيحبي. بص في المكان لقى الكهرباء مقطوعة، خاف وراح جاري وقفل الباب وراه. والنهاردة بقى سعادتك من ساعة كده الطاحونة اشتغلت وصوتها جايب آخر البلد. روح انت وبعتلي الطرق بسرعة. حاضر يا سيدي. مش فاهم حاجة حد، يعني ايه الطاحونة بتزوم ولا بتصرخ ده؟ لا لا تاخدش بالك، دي حكاية قديمة. طب ما تحكيها لي. مش وقته، روح انت شوف شغلك. يلا. سلام عليكم. فتحي تعالى. صحيح يا فتحي، مش الطاحونه دارت؟ الله 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 الله، هو العيله كلها كده ولا ايه؟ انتوا بتؤمنوا بالخرافات دي ولا ايه؟ تخاريف ايه؟ انت ما تعرفش حاجه. ايوه انا عايزك بقى تحكي لي بقى اللي انا ما اعرفوش ده. زمان جت البلد هنا ست عاملة زي الدراويش، كانت تمشي في الشارع تبص على الناس، وكانت اللي تبص له تعرف كل حاجة عنه، مخبي ايه، عمل ايه، سره اللي ما عايزش حد يعرف واصل. معقولة؟ انت بتتكلمي بجد؟ هو في حاجة كده أصلا؟ الناس كانت بتهرب منها، محدش كان بيقرب منها واصل، كانت بتصرخ وتقول أيجي لك يوم وبيدي عظمك حيبقى رماد وحتندم على اللي فات. وهي كانت بتقول كده ليه؟ ايه شغل الاساطير ده؟ ومين ده اللي عظمه هيبقى رماد وهيندم على اللي فات؟ على ما بتقول الناس وتحكي يعني انه كان في واحد من كبارات البلد طمع فيها اعوذ بالله وسابها، اهلها ذبحوها ورموها في الرشاح، كانوا فاكرين إنها ماتت لكن هي كان لسه فيها الروح. بيقول لك شافت وهي بين الحياة والموت الدنيا وما فيها، أولها وآخرها، اللي رايح واللي جاي، وقامت عشان تاخد بطارها وسكنت الطاحونة. خدت بطارها؟ إيوة، خلت الظالم يجي الطاحونة ورمته جواها
جت وتتقطعت حتت والدم غرق الدنيا وما فيها. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. ومن يومها والطاحونة ما تدورش إلا إذا كان في حد اتقتل أو حد اتظلم، وما حدش يعرف مين اللي قتله أو ظلمه. الناس بتقول إن الطاحونة دارت لما عمك مات، معنى كده إن عمك مات مقتول. يا مرار الطافح، يا مرار الطافح، ادي السواد اللي أنا فيه. يا غلبين، طاحونة دار، طب ايه اللي مستخبي لي؟ طيب ادي السواد يا عالم. يو مالك يا ولية، في ايه؟ يا دي الغلب، معلش يا فوزية، عمليني السعادة وروحي، ما عايزة اتكلم مع حد. يا مرار الطافح، يا مرار الطافح، طاحونة طارت، طاحونة طارت، يا دي المرار. البت دي ما تقعدش في البلد ثانية واحدة. يعني ايه؟ يعني تغوري في اي 60 داهية، تروح وتنسى انه كان ليها راجل هنا. طب اللي ببطنها دي هتعمل فيه ايه؟ دي حاجه تخصنا، تخصنا احنا، ما تخصكيش انت. اللي تشوفه. ايوه اللي اشوفه. انت عارفه لو ابويا عرف دي مصيبه، ده هيتمنها وهي عايشه. عارف. اسمعي، انا هشتري لها شق وهصرف عليها وهديها مرتب شهري كمان. طب الواد هيتكتب باسم مين؟ انت شايف انه يجي للدنيا من غير اب وابوه عايش واهله اصحاب ملايين؟ ما انا قلت لك مش هسيبه. اللي انت عايزه، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. اللي بتعمله ده هيترد لك. اسمعي يا فريده، والمصحف الشريف وعلي الطلاق بالثلاثه، لو ما سكتيشي هدفنها بيدي، انا اللي هدفنها هنا هنا واخلص من الحدوته دي كلها. لو علي، انا بخاف عليك. انت في الاول والاخر مالكش ذنب في اللي حصل. الذنب ذنب اللي عمل العمله وهرب واشترى دماغه. أنا بفكر أفتح مكتب محاماه. حلوة الفكرة دي. حلوة فعلا. تضحكي على إيه دلوقتي؟ بعد ما كان أغلب مكاتب المحاماة بتتمنى إنك تشتغلي معاه، ولا أبوكي اللي كانوا المحامين البلد يتصلوا بيه يقولوا بس هي تيجي مالهاش دعوة، هتروحي تفتحي دلوقتي مكتب فحارة عشان تدافعي عن الغلابة؟ بقولك إيه، أنا مش ناقصاكي خالص. لا ناقصاني. مش أنا طماعة وما ببصش غير للفلوس وبس؟ مش انا اللي ما عنديش مبادئ ولا اخلاق؟ مش ده كلامك عني؟ عايزه تسيبي عزت ليه؟ ريتال اهدي حبيبتي شويه، مش كده؟ لا مش ههدى، ولازم بقى الكل يفوق. طب خلاص، طب مش وقته؟ لا وقته، عشان كل يوم بيعدي فيه مصيبه جايه احنا مش واخدين بالنا منها، عشان مرتب سعادتك مش هيكفي ولا واحده فينا، والفلوس اللي في البنك مش هتغطينا حتى سنه. مفيش قدامنا دلوقتي غير ان احنا ناخد حقنا من عمي، وبدل بقى ما تروحي تدافعي عن الغلابه وماكورين، دافعي عن حقك يا ست شهد. هو انت عايزاها تروح ترفع قضيه على عمك وتقف قدامه في المحاكم؟ ايه، عيب وحرام؟ اه طبعا عيب، بس مش حرام. الناس هتقول علينا ايه؟ وهو ما حطش ليه كلام الناس في دماغه لما كان حقنا؟ يا ستي هو عمل كده وكان حقنا. انسي انسي. تحب اقول لك انت خايفه من ايه وقلقانه من ايه يا زينب؟ هو في ايه بقى؟ انا ما اعرفوش. الست زينب خايفه تقف قدام نفسها وتقول ان هي اتغيرت، وان الفلوس اللي كانت بتقول عليها ملهاش لازمه، وإن الإنسان هو سر الحياة، والحاجات الكبيرة اللي كانت واجعة بيها دماغنا دي كلها طلعت غلط، وفي الآخر طلعت أنا اللي صح. لا طبعا مش صح. لا صح، وإلا كانت شهد نطقت وقالت لي يا ثابت عزت ليه؟ خفت، خفت من الفقر. حسيت للحظة كده إن عزت ده عمره ما هيكبر وهيفضل زي ما هو. في الأول كنت بقول إيه المشكلة يعني؟ إيه يعني إن هو معهوش؟ ما أنا معايا وبابا معايا، بكره هنكبره ونخليه حاجه بمعرفنا واصحابنا اللي خلاص راحوا لما فلسنا. انا عارفه ومتاكده ان الفلوس وجودها مهم جدا، والكلام ده خلاص انا بقيت مقتنعه بيه وحاساه وعارفاه، بس برضه ده مش معناه ان احنا هنبقى ماديين ونخسر حياتنا ونفسنا علشان الفلوس.
لا احنا ناخد حقنا، بس الاول لازم نفكر صح. ازاي مش فاهمه؟ يعني احنا نروح ونتكلم معاه ونفهمه ان الفلوس دي احنا عارفين قيمتها كويس جدا، وان احنا عمرنا ما هنبعترها ولا هنفرط فيها زي ما هو متخيل. هو برضو من حقه ممكن تكون عنده شويه مخاوف، لو راحت انا متاكده ان هو ممكن يتغير. مخاوف ايه؟ ده حرام. لو طلع كده وقتها ناخد حقنا، بس بطريقه كويسه، بطريقه سليمه قانونيه، على الاقل ما نخليش شكلنا وحش. شكلنا وحش قدام مين؟ قدام الناس؟ قدام نفسنا على الاقل. قدام نفسنا؟ عايزة حاجة يا فوزية؟ لا يا اخويا ما عايزاش، عاوزاه يعني. رجعتك دي يعني لا على حامي ولا ده، في حاجة؟ أصلي قولي وخلصيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل جالي عريس. جالك عريس؟ شايف ان ده وقته فوزية؟ ايوه يا عبد الحكيم، ده وقته، والنصيب لو راح مش هيرجع تاني. عبد الله لسه مدفون، ها؟ الله يرحم، بس خلاص انا ما عدتش استنى اكتر من كده. عبد الحكيم انت خابر انا عندي كام سنة؟ انا جربت انسى ان انا بنت زي بقية البنات، وقلت خلاص يا بنت اقبلي بالنصيب، كفايه عليكي ولاد اخوكي حسن ومروان، وانت كمان ربنا يخليك لي. ده انت مش بس اخوي، انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا في الدنيا دي. بس تعدي الليالي وتاجي الايام وارجع افكر تاني، هو انا ايه؟ حجر؟ جبل ما بحسش؟ أنا ليه محدش بيبصلي ولا يعبرني؟ وحش أنا إياك؟ لا، ده أنا مال وجمال وبنت عيلة وأخويا زينة الرجال، وما ليه عاد؟ لكن أرجع وأقول الحمد لله، أنا ما أقدرش أقول غير كده، حتى لو أنا مجهورة ومش راضي، بسمع الحريم في البلد بيقولوا عليا العامس اللي محدش بيعبرها، وأنا أحسن واحدة فيهم ما استعناهاش خدامة عندي. فوزية اسمعني يا عبد الحكيم، عشان الكلام اللي هقوله ده ما هعيدوش تاني. يمكن يكون العريس ده هو آخر الرجا، يمكن يكون المحطة الأخيرة اللي القطر هيوقف فيها، وأنا صراحة تعبت وما عدتش قادرة، وما عايزاش القطر يعدي وما ركبش فيه. خلاص يا فوزية خلاص. وده شفتيه فين وعرفتيه ازاي ومين قال لك عليه؟ انا هقول لك، بس عايزاك تفكر كويس وتفتكر ان ده هيبقى اخر الرجا. مين يا فوزية؟ محروس.